صباح الخير، اليوم تساقط الثلج من جديد، الآن سأريكم إياه. انظروا، الطقس اليوم بارد جدا وعاصف ورطب، والسماء غائمة. ستخرج أمي إلى الشارع وستصور لكم بعض الثلج أيضا. هل تشعرون بهذه البرودة من خلال الشاشة؟ أعتقد نعم. أي نعم، صحراء ثلجية عندنا. الآن سأشرب كاكاو وسأكل الكرواسون. اشترى أبي لجوستينا هذه اللعبة الجميلة، تعجبها للغاية. الآن سأكل شوربة بورش الحمراء، نضع فيها قشطة حامضة وبعد ذلك نقلب كل المكونات هكذا. الشوربة مليئة بالفيتامينات، هناك خضروات كثيرة، كذلك هنا عندنا تفاح محمر ويقطين، قرعة محمر في الفرن، هذا مفيد لصحة الإنسان. وهنا ترون هذا الشيء الأبيض، شحم الخنزير، في الثقافة الأوكرانية يأكلون هذا، أما أنا فلا أكل اللحم. انظروا إلى هذه التفاحة الجميلة، هل تعرفون ماذا بها؟ إنها تشمست عندما كانت في الصندوق، لذلك نرى هذه الشبكة، لأن الصندوق مع الشبكة. عندما يتشمس التفاح يصبح أحمر اللون هكذا. الشيء ممتع جدا. صباح الخير، أطعم الآن يوستينا، وهناك خلف ظهري يوجد كتيب بلوني أسود وأبيض، هذا ليوستينا للتطور. الطقس ما زال مثلجا ولكن السماء جميلة وصافية جزئيا. حان الوقت لتناول الفطور، أمي تفتح برطمان مع سلطة معلبة حضرتها بنفسها، هناك كوسة وكذلك خضروات أخرى. الثلج ما زال موجودا. هناك وصل أبي بسيارة، والآن أمي تطبخ كالعادة، تحضر فطائر رقيقة بالخميرة، إنها لذيذة للغاية، نأكلها بدلا من الخبز أحيانا. نستخدم هذه المقلاة الصغيرة، إنها مريحة جدا. نقلب الفطيرة، ما شاء الله تعجبني جدا. من هنا؟ أبي، مرحبا. مرحبا أبي. بالرغم من الثلج والشتاء، الحياة تسير على قدم وساق. هل تحبون منتجات ميلكا؟ لأول مرة سأتذوق هذا البسكويت.
صبغت أمي شعرها. انظروا، ها هو بيت الكلب المشردة ليندا. صنعت أمي هذا البيت بنفسها. إننا نحب الحيوانات ونشفق عليها جدا. والآن تحضر أمي كوستوليتا لي. إنها لا تحتوي على اللحم بل على سمك معلب. هنا أرز وبصل وجزر وسمك معلب. أذكركم بأنني لا أكل اللحوم ولكنني أكل السمك. هذا لذيذ صدقوني، خاصة عندما يكون ساخنا. وهذا عصير العنب الذي صنعه زوجي، لذيذ جدا. العنب من بستان زوجي. نأكل الفطائر بشحم الخنزير المقلي هكذا. اشترى زوجي هذه القفافيز الخاصة بعربة الطفلة. نستخدمها في الفترة الباردة من السنة، في الخريف والشتاء والربيع هكذا، لأن الأيدي تتجمد. انظروا إلى هذا الكبريت، هنا صورة جميلة جدا، مدينة موسكو المخترقة. أذكركم بأن روسيا الفاشية شنت الحرب على أوكرانيا. إنها دولة معتدية.